A particle starts from rest and accelerates as shown in the figure below. In figure B, يعني في figure تاني رسمه لنا, بيقول لي plot carefully its velocity as a function of time. والفيجر بي كان كده وكان حاطط التي مع الفي متر بير سكند وهنا سكند. طيب وانا شلت الفيجر بي لان كان في الاجابه, يعني الموديل انسر كان حاطط مع الاجابه. احنا دلوقتي عايزين نحط السرعه على الشكل ده, هو مديني اكسلريشن واحنا عارفين ان الفي الشقاق, خلينا نقول الـ A بقى, الـ A اشتقاق الـ V بالنسبة للـ T. طيب إذا الـ V الدلتا V عبارة عن إيه؟ الاختلاف في السرعة, الزيادة أو النقصان, تكامل الـ A dt يعني area under A t curve. يبقى الاختلاف من زمن لآخر, اختلاف في السرعة, طبعا بدأ من الصفر, قال لي started from rest, فالاختلاف اللي بعد كده عند كل فترة زمنية هي الاريا اندر ذا كيرف. فاحنا عندنا زمن من صفر لغاية 20, فهحط ادي 5 10 15 20. بدأ السرعة من صفر. طيب من صفر لغاية 10 مرة واحدة, الاريا دي منتظمة, فمن صفر لعشرة كلها تطلع خط, والاريا دي كام؟ 10 × 2 = 20. يبقى هيجي عند 10 هنا, خلينا نقول دي 10 ودي 20, هوصل خط من هنا لهنا. طبعا العجلة كونستانت فالفيلوستي هتكون لينير. طب لينير قد ايه؟ التغير من صفر لعشرة هي مقدار الاريا اللي هي 10 × 2 = 20. يبقى الحته دي كده اهو الارتفاع ده 20 متر بير سكند. طيب من 10 ل 15 الاكسلريشن بصفر, فالفلوستي كانت ثابته, فهنيجي هنا كده ومفيش اي تغير خالص, مفيش اريا, اريا بصفر. صحيح في خمس ثواني لكن ارتفاع بصفر, مفيش اي تغير, فتفضل 20 20. يبقى دي 20 متر بير سكند. طب الجزء الاخير الاريا دي بقى المنقطه هي 5 ثواني في -3, يبقى -15. ده الاختلاف عن اللي كان موجود عندنا 20 وماينس 15, يبقى كام؟ 5. فنيجي هنا كده نوصل بين ده وبين ده, والحته دي كده تبقى 5 متر بير سكند, وخلاص نتوقف هنا كده. يبقى السرعة اختلفت, كانت صفر عند الصفر, عند العشرة بقت 20, عند الخمستاشر أو الفترة من 10 ل 15 فضلت 20, وبعدين من 15 ل 20 نزلت لغاية 5 متر بير سكند. ويبقى ده الكيرف بتاع الفي مع تي بالسكند.